السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سيادتك يا فندم قلت لي إن ده مقام أم شعور، السيدة أم شعور. يعني هي سيدة من أولياء الله الصالحين. كانت في الحرب بتاعت الصليبيين، يعني أيام ما كان لويس التاسع بيجيب لهم أكل وبيدويهم وكده يعني. أيوة فن. هو الشارع ده اسمه الأربعين أظن؟ لا، شارع العراق. شارع العراق. يبقى اللي بالعرض هو الأربعين، المقام التاني. العراق المقام التاني. أيوة فن، دي اسمه شارع العراق. دي شارع العراق. العراق هو مقام جنب شارع العراق بميت حضر. بمنطقة ميت حضر. ليه انت سايبنا ليه؟ تعالى. البيت بتاعت البيت دي هي اللي عارفه. لما اولادنا كلهم هي عارفه المنطقه. امال والله هنا وجدها هنا. والله يعني. طب الاستاذ بيقول لحضرتك اتكلمي عن حكايه موضوع مقام سيده مشهور. عندي فكره عشان صغيره. معرف ان هي كان واحده ليها شعر طويل قوي وشعرها مدفون لغايه دلوقتي جوه. لا بس هو الاستاذ بيتكلم ان هي كانت مع ايام ما كان الفرنسيين جايين يحتلوا المنصوره. هي كانت قصت شعرها وحاطينه جوه. هي كانت بتساعد في حرب الصليبيين. ايوه يا فندم. ساعة ما جم واتأثر لويس التاسع في المنصورة. ايوه لما أثرنا لويس التاسع. ايوه فكانت هنا الحتة ما فيهاش حاجة. ايوه يا فندم. ما فيهاش حد. أيوة. وسيد الأربعين برضه اللي جنبها ده برضه كان بيحارب. سيد العراقي كان بيحارب برضه مع أهل المنصورة ضد الصليبيين. ايوه يا فندم. طب والله ده المنصورة لها تاريخ على فكرة. بقول لسيادتك المنصورة السنة دي احنا في 2020 مر على انشائها 801 عام. غلط. 801 غلط. عام. غلط. طب قول. غلط. 801 عام على انشاء المنصورة. ده هزيمة الصليبيين. لا انا ما بتكلمش على الصليبيين، تاريخ انشاء المنصورة 801 غلط. عام، ده استاذ بجامعة كلية الآداب جامعة المنصورة اللي بيقول. لا طب ما تقول يا ريس. المنصورة من 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 منبع التاريخ، عشان في آثار هنا في الأرياف جنبنا. آثار فرعونية. أنت كلامك صح وبتكلم على إيه؟